مشي للشمس مشي للشمس باش حيت ما كتبانيش انا مزيان صافي وخفي تماك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة. مشاهدي قناة شوف تي في، حنا مع واحد السيدة اللي الابن ديالها اللي اختفى على الأنظار منذ سنتين، عامين وهو مختفي على الأسرة ديالو، عامين وهو مختفي على الأم ديالو، السن ديالو ما كيتعداش 16 سنة. مشاهدي قناة شوف تي في، هذا الطفل هذا نعتبره طفل، هذا الطفل هذا اللي قبل ما يخرج من الدار، قبل ما يغادر الأسرة، قبل ما يغادر الأم ديالو، إلا حقاش هي كانت معولة عليه، معولة على الله وعليه هو، أنه يخدم عليها ويكبر ويضرب تمارة، علاش؟ إلا حقاش الأب ديالو كان توفى. قبل ما يخرج من الدار، قال لها ماما باغي نحرق، ماما باغي نخوي البلاد، ماما باغي نخوي جديدة، نخوي مولاي عبد الله. دازت مدة ما بقاش بان. ما بقاش لحدود اللحظه مشاهده على شوف تي في، لحدود اللحظه دازت عليها عامين. حنا معنا الام اللي غادي تكلم لنا على المعاناه ديالها وانها ما خلات حتى بلاصه قلباتها من طبيعه الحال. السلام عليكم، انا شدلك. السلام عليكم. شنو واقع معك؟ دابا انايا بغيت ولدي اختفى ليا. وما عرفتش فين مشى ليا، من العمره ديال مولاي عبد الله ما بقاش رجع ليا للدار. دابا عامين. عامين دابا. ولكن انا دابا بغيت يبان ليا ولدي وباغيني فرح خواتاتو بيه، وانا دابا بغيت ونحتاجه مزيان، انا محروقه في كبتي كبويتي هذيك، يمكنش باش غادي نضيع منه. شنو قال لك هو قبل ما يختفي؟ قال لي غنمشي نحرق، ضروري غنحرق، ما نبقاش انا بجديده. ولكن دابا انا ما بغيت نسمع صوته، ما كاينش هذا الشيء اللي كاين. دابا عامين. عامين. هو قبل ما يحرق، قبل ما يقول لك انه باغي يحرق، زعما واش كانت عنده الفكره انه يحرق؟ قالوها لي صحابو. صحابو قالوا لي حرق، ما يمكنش لك تبقى هنا بالجديده. ايوا انا ما بغيتوش يمشي يحرق ويخليني انا ويخلي خواتاتو. الا كان كيشوف هذا الفيديو شنو تقولي لي؟ غنقول له وليدي جي، راه محتاجينك خواتاتك ومحتاجك انا كوليدي، جي عندي جي عندي وليدي، راني محتاجك وليدي. الاب ديالهم توفي. الله يرحمه. هذا الشيء اللي كاين. هو الراجل في الدار. في الدار. انا بغيت يعمر لي كتافي ولدي، حيت انا عمره ارمله، كنخدم انا عندي اليتامه، ما صدتش اللي كيعاوني، ما صدتش. كنتي معوله عليه انه باش يعاوني وداك الشيء، ولكن انا تصورته. هذه تصورت ولدي هذه. نشوفوها. كيف ما كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في، هذه الصوره ديال الطفل، هذه الصوره ديالو كان مازال صغير شويه. كان مازال صغير كيف ما كتشوفوا. شنو النداء ديالك للمغاربه ولا كيشوف هذا الفيديو هذا باش يتعاونوا معك؟ شنو تقولي لهم؟ نقول لهم ضروري لقيتوا لي ولدي اتصلوا بيا، ضروري اتصلوا بيا، ضروري قولوا لي ها ولدك هو كاين، انا قلبي كيفرح ليا، ضروري نحتاج ولدي. هو كان ساكن في جديده؟ ساكن معايا في المسيره، في حي المسيره. حي المسيره. صافي هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي بغيت نطلب ليهم انا، اتصلوا لي بولدي غادي يقولوها ليا وخواتاتو. باقيين صغار، مازال هاد البنيه كتشوف تصويرتها كتبدا تبكي، باقا صغيره، عندها 10 سنين هاد البنيه، ضروري كتقول لي يا ماما خويا علاش ما جاش؟ علاش ماما صحابو كاينين وماما علاش خويا علاش ما جاش ليا؟ علاش؟ عادك ماما يكونوا قتلوه، عادك ماما يكونوا يرموه بشي الواد شي حاجه بزاف، ادري هي صغيره وكتقول لي هاد الهضره، انا ما كنبغيش نتقبلها، ما نبغيش نتقبلها، انا ضروري نبغي ولدي بهالليا. هادشي اللي كاين. وشنو الاحساس ديالك؟ هو كان معاك في الدار وكان فاذا بانك كيختفي، شنو الاحساس ديالك؟ كيفاش دوزتي هاد المده ديال عامين؟ مشيتي للسبيطارات، مشيتي قلبت بزاف، مشيت للسبيطارات الفريكوات كلهم قلبتهم، والو ما كيخلونيش كندخل، كنفرع عليهم البيبان وكندخل، كنقول لهم ضروري باغي نشوف ولدي، ضروري باغي نشوف ولدي، واخا يقولوا لي ميت انا غادي نرتاح، انا غنرتاح، المهم غنسمع صوته يعني، ما كاينش والو. ما كاينش حسو، ما كاينش، خمسة يكون مقتول في شي بلاصة، ما عندوش سلاكارت، ما عندوش،
لاكارت ما عندوش، عنده 16 عام. ايوا ايوا هادشي اللي كاين. اذا المشاهده قناه شوف تي في كنتمنوا ان المغاربه انهم يتفاعلوا مع هاد السيده ويتضامنوا معها ويبارطاجيو هذا اللايف هذا، على وعسى انه يشوف هو نيت هاد ولدها. ولدك شو سميتو؟ محمد. سي محمد يشوفوا هاد سي محمد نيت، ولا يشوفوه الناس اللي كيعرفوه ربما انه تلاقاو معاه في شي بلاصه، ولا انهم يتصلوا بهاد السيده هادي راه الام ديالها، الام ديالو محروقه، الام ديالو مابقاش كتنعس، الام ديالو ولا خواتاتو صغار يعني هما حدانا هنايا، خواتاتو صغار كيف ما قالت انهم كيبكيو باغيين يشوفوا خوهم. الام ديالو كتقول لك الا كان ميت فبغيت ندفنو ونرتاح، كان في شي بلاصه بغيت نسمع صوته انا ويتصل بيا ولا. واخا شي كلمه اخيره ام يمشي الله يسهل عليه، الا كان سمعت صوته الله يسهل عليه، الله يرضي عليه. هادشي اللي كنقول ليه خاصو يهضر معايا بالتليفون، يهضر معايا بالتليفون، هادشي اللي كاين خاصو يهضر معايا بالتليفون. واخا اذا المشاهده قناه شوف تي في، هذه كانت الصرخه ديال هذه الام هذه بطبيعه الحال على ود ولدها اللي السن ديالو ما كيتعداش 16 سنه، فاذا بان كتفاجئ عامين وهي كتقلب كتفاجئ انه مختفي، ولحدود اللحظه انه مازال مختفي. فهذا نداء للمغاربه انهم يتعاونوا معه. مشاهده قناه شوف تي في، غادي نختموا هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر. الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم في رعايه الله والى اللقاء.